متابعي موقعنا موقع لوماتان سبور في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي غداك سبور، والبداية بأبرز العناوين. استمرار غياب لاعب الرجاء عن التدريب رغم وصفه بالغير المنضبط، الركراكي يتنفس السعداء قبل مباراة شباب بلوزداد، رجاوي سابق يخلف الحيمر في شباب السوالم، الرجاء يتفوق على الوداد وطنيا، راموس استطيع الاستمرار في اللعب لخمس سنوات اخرى، وغياب ابرز لاعبين في اتلتيكو قبل موقعة مانشستر سيتي. والان الى الاخبار الرئيسية. كيواصل محمد مرابط لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم غيابه عن التدريب رغم الخروج الإعلامي الأخير للمدرب رشيد الطوسي واللي أكد فيه عدم انضباطه، وحسب مصادر خاصة فقد أجريت الحصة التدريبية لأمس الاثنين بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم حميد أحداد، فيما كيستمر غياب محمد المرابط رغم تصريحات الطوسي حوله ووصفه باللاعب الغير المنضبط. حسب مصادر مقربة من فريق الوداد الرياضي فقد مات اللاعب الفريق يحيى عطية الله من تداعيات الإصابة اللي كانت تعرض لها على مستوى الفخذ، كما انضم للتدريب الجماعية دون أن يشكو من أي مضاعفات، وسادت حالة من الارتياح لدى الركراكي اللي كيعول كثيرا على هذا اللاعب اللي شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة التأهل لكأس العالم قطر 2022 أمام الكونغو الديمقراطية بالدار البيضاء. أسندت إدارة شباب الرياضي السالمي لكرة القدم قيادة الفريق الأول لزكريا عبوب خلفا للإطار الوطني رضوان الحيمر، وحسب مصدر مطلع فعبوب غادي يشرف على تدريب الشباب السالمي فيما تبقى من مباريات الفريق في البطولة الوطنية، علما أنه تعاقد مع النادي في وقت سابق كمشرف عام، وكان فك الحيمر بشكل رسمي ارتباطه بنادي الشباب الرياضي السالمي بعد أزيد من 12 سنة قضاها رفقة الفريق، وذلك بسبب اختلاف في وجهات النظر بين المدرب ومسؤولي الفريق خلال الآونة الأخيرة. أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صباح اليوم الثلاثاء تصنيف الأندية على مستوى العالم من الفترة الممتدة بين أبريل 2021 حتى 31 من شهر مارس الماضي، واحتل فريق الرجاء المرتبة الأولى وطنيا والثانية إفريقيا بعد الأهلي و49 عالميا بعد تحصله على ما مجموعه 170.5 نقطة، وجاء الوداد الرياضي في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في المرتبة الثانية وطنيا والرابع قاريا و77 عالميا بعد أن تحصل على 144.5 نقطة، وأخيرا جاء نهضة بركان في المرتبة الثالثة وطنيا في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء و12 قاريا و151 عالميا برصيد 103 نقطة. وإلى الأخبار الدولية، إدقال سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في حوار مع شبكة أمازون برايم ونقلات صحيفة موندو ديبورتيفو أنه يرى نفسه يلعب أربع أو خمس سنوات أخرى على مستوى عالي، وأضاف ثم سأفعل شيئا مختلفا، واختتم قائلا لدي عاملان آخران في عقدي مع سان جيرمان وسأحاول البقاء والوفاء بهذه السنوات الثلاث طالما أن جسدي صامد، أعتقد أن عقلي شديد التركيز. أنهى مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني استعدادات الثلاثاء لمباراة مانشستر سيتي غدا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتدريب شهادات غياب اثنين من لاعبيه هما هيكتور هيريرا وخوسي ماريا خيمينيز، ولم يتدرب لاعب الوسط المكسيكي الغائب عن آخر ثلاثة ديال المباريات للأتلتيكو وقلب الدفاع الأوروغواياني اللي غاب عن آخر مبارتين في ميران الفريق، حيث كيواصل التعافي من إصابتهم ولا ينتظر مشاركتهم غدا أمام الفريق الإنجليزي، بينما شارك باقي لاعبي الفريق الأول بشكل طبيعي تحت قيادة سيميوني. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.